موجز العاشرة من الجزائر الدولية، أهلا بكم مشاهدينا الكرام. إذن تستأنف المحادثات حول الاتفاقية النووية الإيرانية المبرم عام 2015 في فيينا اليوم الاثنين بعد أشهر من تعليقها، في الوقت الذي تثير فيه التقدم النووي الإيراني الشكوك حول إمكانية تحقيق انفراجة لإعادة طهران وأمريكا إلى الامتثال الكامل للاتفاق. وقال دبلوماسي أوروبي إن المحادثات بين الشركاء المتبقين في الاتفاق إيران، الصين، روسيا وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة ستستأنف بعد الظهر، فيما سترسل الولايات المتحدة الأمريكية وفدا برئاسة مبعوثها الخاص إلى إيران روب مالي ليشارك في المحادثات بشكل غير مباشر. قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس ووزير الكيان الصهيوني يائير لابيد في مقال مشترك بصحيفة التلغراف الأحد أن بريطانيا والحكومة الإسرائيلية ستعملان ليلا ونهارا للحيلولة دون أن تصبح إيران قوة نووية. وقال الوزيران إن الوقت يمر، مما يزيد من ضرورة التعاون الوثيق مع شركائنا وأصدقائنا لإحباط طموحات طهران. وأضاف الوزيران في المقال أن الحكومة الإسرائيلية ستصبح رسميا شريك بريطانيا الإلكتروني من الدرجة الأولى في محاولة لتعزيز دفاعاتها الإلكترونية، حيث تواجه الدول في جميع أنحاء العالم تهديدات متزايدة. وافقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأمس الأحد على استقبال 3000 إثيوبي يخشى أفراد عائلاتهم المستوطنة على حياتهم بسبب النزاع العسكري الحاد في إثيوبيا بين القوات الحكومية ومتمردي تيغراي. وقال مكتب رئيس وزراء الاحتلال نافتالي بنت في بيان إن مجلس الوزراء أعطى الضوء الأخضر بالإجماع للهجرة الفورية لثلاثة آلاف إثيوبي لهم أقارب من الدرجة الأولى في الكيان الصهيوني. ويعتبر هؤلاء الأثيوبيون الذين سيتم استقدامهم باسم لم شمل الأسر من طائفة الفلاشة التي تقول إنها تحولت قسرا إلى المسيحية وتدعي أنها متحدرة من يهود إثيوبيين. أفاد ناشطون مغربيون الأحد بمنع السلطات وقفة احتجاجية كان من المزمع تنظيمها بالعاصمة الرباط ضد تطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي. وتزامنا مع اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، جاءت هذه الدعوة للوقفة في أعقاب زيارة أجرها وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إلى المغرب الثلاثاء واستمرت يومين، هي الأولى من نوعها إذ لم يسبق لأحد من أسلافه في هذا المنصب أن زاروا الرباط. قال وزير الخارجية الجزائري رمضان العمامرة إن الجزائر تشعر بدورها التاريخي الذي يقوم على مبدأ مناصرة الشعوب المظلومة وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني الشقيق. وأضاف العمامرة في لقاء مع جريدة القدس العربي أن بلاده تسعى للم شمل العرب في مؤتمر القمة القادم للوصول إلى موقف مشترك من دعم حقوق الشعب الفلسطيني وإعادة التمسك بمبادرة السلام العربية للعام 2002 ودون تدخل في الشؤون الداخلية للدول التي آثرت أن يسبق التطبيع قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وأضاف العمامرة أن الجزائر تشعر الآن أنها دولة مواجهة مع الكيان الصهيوني الذي كانت الجزائر ترسل قواتها إلى القتال مع الأشقاء العرب بعد أن أصبح على حدودنا ويوقع اتفاقيات عسكرية وأمنية واستخباراتية مع الجار الأخ والصديق. شهدت الأراضي اللبنانية صباح اليوم الاثنين إقفال عدد من الطرقات بالإطارات المشتعلة احتجاجا على ارتفاع الأسعار وسط أزمة اقتصادية خانقة يعيشها اللبنانيون. كما شهد الجنوب اللبناني هو أيضا إقفال الطريق المؤدي من دوار القناية إلى ساحة إليا بواسطة الإطارات المشتعلة. وأفادت غرفة التحكم المروري عن قطع السير عند دوار السعودي باتجاه النجمة في صيدا بالاتجاهين.
قتل 22 مدنيا الأحد في هجوم جديد على مخيم للنازحين في إيتوري بشمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد أقل من أسبوع على هجوم مماثل خلف 29 قتيلا في مخيم مجاور وفق ما أفاد به الصليب الأحمر المحلي. من جهته أفاد المتحدث باسم الجيش في المنطقة جول نغونغو بأنه تم رصد أو صد المهاجمين المنتمين إلى كوديكو من دون أن يدلي بتفاصيل عن الحصيلة. أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف الأحد أن الكريملين يأمل في عقد اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن قبل نهاية العام، موضحا أن اللقاء على الأرجح سينعقد عبر الاتصال المرئي. وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول هذا الأمر إن التاريخ لا يزال غير معروف، يشار إلى أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية متوترة بسبب العديد من القضايا، من بينها اتهامات لموسكو بحشد قواتها على الحدود لغزو أوكرانيا، غير أن موسكو نفت ذلك. ويترقب أن تتزود القوات الجوية الروسية في عام 2022 بطائرات متسلحة بالصواريخ الفائقة السرعة التي تعادل سرعتها أضعاف سرعة الصوت. وأعلن نائب قائد القوات الجوية الجنرال أندري يودين أن وصول الصواريخ فرط الصوتية الجديدة الفريدة من نوعها سيرفع نسبة الأسلحة الحديثة لدى القوات الجوية الروسية إلى 90 أو قرابة 89%. وتعد روسيا الدولة الوحيدة التي تملك الصواريخ فرط الصوتية التي دخلت الخدمة العسكرية، ومنها صواريخ كينجال المنطلقة من الطائرات وصواريخ سيركون المنطلقة من الغواصات وسفن السطح والصواريخ ذات الرؤوس المدمرة فرط الصوتية أفانغراد. مشاهدينا، ختام هذا الموجز في أمان الله.